الله تعالى أعطانا منحا كالدر المكنون، قد أودع من نعم شتى في الأرض بقدر موزون. الله تعالى أعطانا منحا كالدر المكنون، قد أودع من نعم شتى في الأرض بقدر موزون. الله تعالى أعطانا فيها للصحة إكسير بغذاء للجسم معين، ذكرت في القرآن بآي نتدارس ما جاء بيقين. الله تعالى أعطانا الله تعالى أعطانا منحا كالدر المكنون، قد أودع من نعم شتى في الأرض بقدر موزون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدي الكرام، أهلا ومرحبا بكم في إطلالة جديدة من إطلالات برنامجي موزون. في بداية هذه الحلقة أسعد بالترحيب بالأستاذ الدكتور جابر بن سالم القحطاني، أستاذ علم العقاقير وخبير الطب البديل. حياك الله دكتور، أهلا وسهلا. مرحبا، حياك الله خالد. الله يحييك عبد الله. يا مرحبا، أهلا وسهلا دكتور. تحدثنا في حلقة سابقة عن الذهب، وحقيقة استفضنا في الحديث عنه وعن خصائصه وعن كثير من الأمور التي يعالجها. اليوم أيضا في معدن آخر هو دائما قرين الذهب، ألا وهو الفضة. نعم، الفضة كذلك هي من تركيبها، ذكرت لي حاجة يعني فريدة شوي في الذهب، أن الذهب مكون من الذهب فقط ولا شيء غيره. هل الفضة بذات أيضا التركيب الخاص بها كفضة؟ نعم، هي الفضة هي فضة وهي معدن مثل الذهب، ليست من الأحجار الكريمة. الذهب والفضة من المعادن مثلها مثل الحديد، مثلها مثل البوتاسيوم، مثلها مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والمنجنيز، كلها معادن. وطبعا الفضة من الأشياء التي يستخدمها جميع أنحاء العالم، ما تلقى بلد من بلدان العالم إلا وعنده الفضة. ودائما تلقاك في الأخبار يجيبون لك أسعار الذهب وأسعار الفضة يوميا، فهي من المعادن المهمة، وتأتي بعد الذهب في أهميتها، وخاصة بالنسبة لأدوات الزينة وبالنسبة للاستخدام الطبي. والفضة طبعا أماكن تواجدها وموطنها الأصلي سواحل البحر الأبيض المتوسط وسواحل البحر الأحمر والهند والباكستان والإكوادور واليابان وماليزيا وتنزانيا، وطبعا الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، تقريبا منتشرة في جميع أنحاء العالم، وفي السعودية الدول العربية كلها يوجد فيها فضة. والفضة يستخدمها الناس منذ بزوغ التاريخ للزينة، ولكن ليست العلاج فيما مضى، إلا أنها كانت يضعونها في الماء من أجل تصفيتها أو من أجل تنقية الماء، لأنها قاتلة البكتيريا. عجيب. ولذلك دائما تلقى الناس القدامى الذين لا يجدون ما ينقي المياه أن يضعون في القربة، قربة الماء، أو في جوحل الماء الذي يوضع في الماء، يضعون فيه ريال وريالين فضة أو أي أداة فضية، حتى من الأشياء التي تلبسها المرأة ويلبسها الخاتم ويلبسها الرجل، يضعونها سبحان الله تنقي كل الماء، تجعله يعني خالي من البكتيريا. عجيب، يعني منقي ومصفي. إيه نعم. يعني شيء يتفاعل مع المياه في داخل الفضة. هو قاتل للبكتيريا، يعني في مادة قاتلة للبكتيريا، الفضة اسمها الفضة قاتلة للبكتيريا، فهي تقتل البكتيريا وليست البكتيريا الوحدة، البكتيريا والفطريات والطحالب التي تعيش في الماء. يعني سر قيمتها القليلة اللي أقل من الذهب هذه الفضة، هل بسبب مثلا كثرتها ولا بسبب مثلا؟ هو طبعا الذهب ملك الجواهر، ولذلك ما نقدر نقارن الفضة بالذهب. والفضة كان لا يلبسها إلا الناس الذين دخلهم ضعيف، صعب عليهم توفير الذهب. صعب عليهم توفير الذهب. يعني أنا أذكر وأنا طفل
ما أذكر إن واحدة في أبها المدينة اللي كنت عايش فيها إن كان عندها ذهب. من النادر. ما يعرفون الذهب، نادر وغالي عليهم. كان استخدامهم للفضة، كل شيء كانوا يلبسونه للفضة. الحلي كان كله فضة. كان الحلي فضة، الصفائح اللي في الأيدي، اللي في الحلق يسمونها لبة، اللي في الرأس يسمونها عصابة، الخواتم اللي في اليد، الحجول اللي في الأرجل، خلاخل هذه. أيوة، الخواتم اللي في الأصابع، أصبعين الكبيرة واللي جنبها، هذه كانوا يضعون فيها خواتم جميلة من الفضة، فكلها كانت من الفضة، يعني ما كان في شيء من الذهب. اللي أذكر أنه الذهب أول ما بدأ، أنه بدأ يمكن عام 1372، يعني بدأت جي خواتم ذهب، ولكن خواتم يعني عادية، يعني خاتم حلقة وفي حاجة كذا مربعة، يعني ما بدأ يضعون فيها الأفصاص أو الزخارف اللي تضع الآن. وأول ما جاء من كان يلبسها، يلبسها إذا واحد تزوج يمكن يجيب لمرته خاتم ذهب غير الفضة طبعا، غير الفضة، لكن الذهب كان غالي. نعم. وفي السنة النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني خاتمه فضة. إيه، ما هو الفضة كان الناس كلهم يلبسون الفضة لأنها كانت موجودة، ولكن كانوا يتفننون في الصنعة. كان في خواتم من الفضة يضعون لها أفصاص جميلة من الأحجار الكريمة، من الأحجار الكريمة، من العقيق ومن الحاجات هاي، فشكلها جميل. وهي الفضة سبحان الله من الأشياء إذا بدأت تسود أو ما أشبه ذلك، فما عليك إلا أنك تأخذ لك غاز ولا بنزين ولا هذا وتمسحها تجليها ترجع كما صنعت جميلة تلمع زي الإيش يعني، فهي من الحاجات الحقيقة المتميزة. طيب الآن استخراجها كذلك من جبال من باطن الأرض مثل الذهب ولا تختلف؟ إيه مثل الذهب تماما، تستخرج من باطن الأرض. نعم. وتستخرج كيف يعني الذهب؟ احنا يعني شرحت لنا انه يجي مثل الشيء الصخري او الترابي كانه حجر سحالة، تلقى سحالة. طيب. تلقاهم حتى ينخلونه بالمنخل عندما يصفونه من الماء يغسلونه بالماء. هذه الفضة نفس الشيء، تستخرج من باطن الارض على هيئه اما قطع او على هيئه يعني قطع صغيره مكسره أو ما أشبه ذلك، نفس الذهب. نفس الذهب. نعم. واستخدامات الفضة ذكرتها أنه يعني غير الاستخدامات العلاجية، لكن استخدامات الطبيعية مثل أنه هذا يأخذ منه مسحوق ويستخدم غذاء ويستخدم مثلا، هل الفضة نفس الشيء؟ نفس الشيء. ممكن تستخدم. والفضة لها استخدامات أيضا جيدة. أقصد كأكل. إيه. عجيب. لا توضع في شيء معين، يعني مثلا الفضة يضبر لها مادة اسمها نترات، فيحصل ملح اسمه نترات الفضة، هذا اللي يستخدم على نطاق واسع في العلاج. لكن أقصد كغذاء يا دكتور قبل العلاج كغذاء مثلا. لا، هو كغذاء نادرا ما يدخل كغذاء في أبدا في الأطعمة. لا لا، هو ولا الذهب ما يدخلون كغذاء في الأطعمة، نلقاها في الأطعمة. لا أنا أقصد مثلا يا دكتور في الذهب في مثل البخاخ أو الطلاء يستخدم يوضع مع الأكل. الفضة لا ما يستخدم هذا ما من هي ما يستخدم. لا ما يستخدم هذا الشيء. هل بسبب شيء مكون في الفضة؟ الفضة عادة تستخدم لتنقية المياه، ممكن في مطعم من المطاعم إنهم يضعون فضة في الماء الذي يقدمونه للشخص، وخاصة إذا كانت المنطقة التي يوجد في هذا المطعم من المياه فيها جوفية ما في تحلية أو ما أشبه ذلك، فيضعون هذا الشيء. وكانوا كل أبانا وأجدادنا يستخدمون، يضعون قطعة ريال فضة يضعونها في الجوحل حق الماء أو في القربة التي يوجد فيها الماء دائما عشان يضمنون سلامة الماء. هذه أدركتها يا دكتور؟ هذه أنا أدركتها وأنا صغير. نعم. الريالات الفضة كذلك ما كانت موجودة؟ شوف أنا وأنا صغير كانت العملة الموجودة الريال،
وأبي عاصر الريال الفرنسي في عام، يعني طبعا قام قبل عام الريال الفرنسي قبل خمسينات، قبل عام 1300، قبل عام 1360 كان الريال الفرنسي موجود، وهو ريال كبير قيمته 3 ريال فضة. ثم جاء الريال الفضة، وكان في نص ريال، في ربع ريال من الريال الفضة، كان في قرش. نعم، القروش أيضا. القروش لا، القروش كانت معدنية. من الفضة ما كان في قروش، في ريال ونص ريال وربع ريال. أذكرها كلها، لدرجة أن كنت طبعا الحمد لله حافظ القرآن ما شاء الله تبارك، فكنت أحفظ القرآن عند الشيخ عبد الله الوابل الله يرحمه ويتغمد بواسع رحمته. هذا شيخ مشهور، هو من حوطة بني تميم، وكان عندنا قاضي في أبها رئيس القضاء، وجلس عندنا فترة طويلة. وكان أبي كان هو إمام المسجد، وكان أبي هو المؤذن، جلسوا الاثنين 45 سنة مع بعض ما شاء الله تبارك، ملازمين للمسجد. أبويا مؤذن وهو إمام الإمام، وكان عنده مدرسة بعد المغرب لتحفيظ القرآن في المسجد. فدخلت وأنا في 5 الابتدائية، وجلست حتى 3 متوسط. ففجأة وإحنا في يوم من الأيام بعد المغرب له: يا جابر أبغاك تقرأ لي من الآية الفلانية في سورة البقرة. والله قرأت، ثم انتقل لسورة آل عمران، ثم انتقل للنساء، ثم انتقل للأعراف، يعني يسألني من سور من القرآن متفرقة. أيوة، يسألني وأنا أجاوبه، وما ندري شو السبب. وكان معنا واحد اسمه عبد الرحمن بن حماد، هو إمام مسجد ولكن يحضر معنا في حفظ القرآن. نعم. فطبعا سألنا ورحنا، وبعدين بعد يمكن حوالي شهر إلا دعانا وقال: أنت يا عبد الرحمن بن حماد فزت في القرآن، وهذه مكافأة 150 ريال فضة. 150 ريال كان الخروف تشتري بريالين. لا إله. 150 ثروة تشتري بها كمر وقتها. لا إله. وانت يا جابر 150 ريال فضة، ما شاء الله، تعال خليني أربطها لك في الغطرة تعطي الوالد. والله ربطها لي في الغطرة، يلا أشيلها. أنا كنت أجن من طائر من الفرحة طبعا، يعني والله جيت عند أبوي وعطيتها. إيش هذا؟ قلت والله الشيخ الوابل قال هذه جائزة حفظ القرآن. والله أبوي بكى وقتها. لا إله. فكانت العملة الرسمية هي الريال، ثم جت بعدين العملة الورقية. نعم. طيب أنا أتوقف بعد هذه القصة الجميلة لفاصل إن سمحت لي دكتور، وبعد فاصل أكمل معكم مشاهدي الكرام ما تبقى من هذه الحلقة من برنامج موزو. حنك الدر المكنون قد أودع من نعم شتى في الأرض بقدر موزون، قد أودع من نعم شتى في الأرض بقدر موزون. حياكم الله من جديد مشاهدي الكرام، أهلا وسهلا فيكم في الجزء الثاني من حلقتنا من برنامج موزون مع أستاذ دكتور جابر مسالم القحطاني، أستاذ علم العقاقير وخبير الطب البديل. قصة رائعة ذكرتها لنا يا دكتور. طيب الآن نجي على موضوع دكتور الاستخدامات العلاجية للفضة كما أسلفنا من قبل مع الذهب وغيره. طبعا الفضة تستخدم على نطاق واسع، وخاصة في بعض الدول، يمكن عندنا هنا أقل استخداما من بعض الدول الأخرى. يوجد طبعا الفضة أولا تلعب دور في كل مشاكل العين. العين؟ إيه، أي مشكلة في العين الفضة سبحان الله علاج لها. وفيه الطفل أول ما يولد الطفل، يعني في الأسبوع الأول مولاده
لازم يضعون في عينه قطرة من قطرات الفضة. وهي لها بديل أو مستحضر موجود يا دكتور؟ إي موجود موجود، ودائما عند المستشفيات يوزعونها للأمهات الحوامل علشان إذا ولدوا زمان، لأن الآن الحمد لله كل شيء معقم كل، لكن من زمان كان كل شيء ما في شيء اسمه تحقيق، ما في شيء. فالأولاد ممكن يجيهم مرض في العيون نتيجة العدوى بكتيرية أو فطرية أو ما أشبه ذلك، فيعطونها هذا المطهر، يعني مطهر 100% فيحميهم من الحاجات اللي ممكن تجيهم وهم في هذا السن الصغير. وكانوا يستخدمون على نطاق واسع، يمكن ما في طفل من الأطفال اللي في عمري إلا استخدمت له هذه القطرة، قطرة الفضة. إيه نترات الفضة، نترات الفضة أيضا الله يبارك. وهي معلش إيش تسوي؟ هي تعقم العين، تنقي العين من أي شوائل، من أي جرثومة، من أي ميكروب، لأنه دائما تعرف العين حساسة. صحيح. ولذلك تلقاه تصاب بالرمد، تصاب بأمراض كثيرة. فهي الفضة هذه من أفضل حاجات العلاج مشاكل العين. جميل. أيضا الفضة تلعب دور كمقوية للقلب، بعض عضلات القلب، وأيضا مقوية للدورة الدموية. بطريقة؟ كعلاج. أي كيف الطريقة أقصد؟ يعني تأخذ كعلاج، إنه في مستحضرات موجودة في السوق، نترات الفضة موجودة الآن وتستخدم، والفضة الغروية، في شيء اسمه فضة غروية هي الأكثر استخداما الآن، واستخدم على أطباق واسع في جميع أنحاء العالم. فهي سبحان الله إذا أخذت عن طريق الفم مقوية للقلب، مقوية للدورة الدموية، ومقوية للجهاز الهضمي، وقاطعة للنزيف، وعلاج 100% للقولون التقرحي. القولون هذا الذي يحدث التقرحات في القولون وفي المستقيم، من أفضل علاج تأخذ لهذا الشيء الفضة الغروية. ولماذا الفضة الغروية؟ لأنها بجانب أنها علاج ولوقف النزف الذي يطلع من القولون، فهي أيضا قاتلة للبكتيريا التي ممكن أن تلوث التقرحات الموجودة في القولون وفي المستقيم، فيتفاقم الأمر ويبدأ تطلع على خراريج وتطلع على مشاكل. فهي معقمة وفي نفس الوقت قاطعة للنزيف، وفي نفس الوقت تعالج التقرحات. فهي الحقيقة تلعب دور كبير في هذا المجال. كمان الفضة عادة يستخدمونها طبعا، يعني بعض المعالجين الشعبيين انه يقول المرأة هذه عندها مشكلة من المشاكل فتلبس هذا الشيء لباس. ايوه لباس، اما في عضدها او في يدها او في رقبتها، حتى ان بعضهم يضعون بعض خرز من الفضة يضعونها في جلد يصنعونه مثلث ويلبسونها كقلادة في الصدر. ولذلك يمكن أن تلاحظ بعض الناس عندهم قلادة في مثلث من الجلد لونها أسود. صحيح. وخاصة الأفغانستان والباكستاني ترى يكثرون لبسه الرجال. وش يقصدون بها يعني؟ ليش يقصدون بها؟ حماية من الجن، من الشيطان. يعني عقيدة. يعني كتمائم. مثل التمائم. هذا طبعا منهي عنها. وهذه منهي، لكنهم يلبسوها ما عندهم هذه يعني. لكن أيضا كانوا ناس عندنا في المملكة كانوا يعملون هذا الشيء، طبعا اندثرت الحشاش. نعم. هذه. لكن فكان سبحان الله الفضة تستخدم أيضا لعلاج الجروح، لعلاج البثور. نترات الفضة بذاتها نترات الفضة توضع الحالة هكذا. أيوة. مسحوق للعلاج للبواسير، والبواسير طبعا صعب علاجها. كيف تعالج؟ العلاج البواسير توضع مع مرهم مع مرهم عادي أو فازلين، وتدخل في فتحة الشرج، في فتحة الشرج، وسبحان الله يعني من أفضل ما يمكن. حتى يقال إنها للناصور، مع أن الناصور صعب علاجه. فالفضة سبحان الله فيها
فيها فوائد عظيمة، يعني الإنسان سبحان الله ما يقدر هذه الفوائد. جميل. أيضا هل هناك استخدامات مثلا أنت ذكرت لي يعني استخدامات للجروح مثل الذهب؟ قد هو فيه استخدامات للحروق، استخدامات للجروح، الجروح، واستخدامات للثأري للتظهر في الأيدي، وأيضا استخدامات للحبوب اللي تطلع على رأس الذكر وعند الأنثى وهي معدية، اللي هي اللي هي فيروسات معينة غير الفطريات اللي أنت ذكرتها، الهربز أو غيرها. هي الهربز، المقصود بالهربز هذا تلعب دور كبير في شفاء هذا المرض، بالإضافة سبحان الله إلى أن الناس الذين يعانون من تقطع في البول أو يعانون من ارتفاع أورام البروستاتا، الأورام الحميدة أو أورام الخبيثة، الأورام البروستاتا عادة تبدأ بالحميدة ثم إذا لم تعالج بعد مدة تتحول إلى خبيثة، وهذه مشكلة من كثيرة يعانون منها جميع أنحاء العالم. وإحنا ذكرنا في حلقة من الحلقات الماضية عندما تكلمنا عن اليقطين أن بذور اللب، بذور اليقطين هذا من أفضل ما يمكن لعلاج مرض شو اسمه سبحان الله أي شيء يتعلق بالبروستاتا أو المثانة. فهو أيضا الفضة تستخدم للبروستاتا وتستخدم أيضا للبول المتقطع الذي يحصل فيه تقطع، سواء كان هذا التقطع ناتج من البروستاتا أو ناتج في نفس المسالك البولية، أو ناتج من نفس المسالك البولية، كما وجد أنه يفتت حصات المثانة وأيضا يفتت حصات المرارة. كيف؟ وهذا شيء جيد سبحان الله. نعم، يفتتها بمثلا مثل استخدام ويأخذها كعلاج، استخدام الذهب كذلك نفس كعلاج، يأخذها كعلاج وهي تقوم بالمهمة، تمتص مثلها مثل أي دواء، تمتص عن طريق الجهاز الهضمي ثم الجهاز ثم الدم، ثم الدم يوزعها إلى الكبد وإلى جميع مناطق الجسم. فهي آمنة يعني على الجهاز الهضمي، ما منها خوف، هي آمنة الفضل، ليس لها أعراض جانبية، جيدة جدا. نلاحظ أنه طيب دكتور بعض الأحيان يعني يسأل واحد سؤال، يعني أقصد أنه سؤال يمكن ما هو قد يكون ما هو منطقي، لكن مثلا إذا الطفل مثلا أخذ قطعة من الفضة وبلعها بالخطأ وتعمل له أشعة ويحاول أنه يسوي له تنظيف وتستخرج وأنها ما تبقى، يعني هذا مفهوم في الحديد، لكن في الفضة، قطعة الفضة فهي دامها آمنة يعني ممكن تخرج مع الجهاز الهضمي؟ قطعة الفضة تخرج كما هي، وأنا يعني واحد من أولاد أخواني بلع نص ريال فضة هو صغير، إيه نعم. بلع يعني كان يلعب كده وحطه في ثم بلع طبعا بطريق الخطأ، فخافوا الأهل زمان، وأبوي الله يرحمه كان حكيم، كان يعالج يعني كان عنده رؤية في الأشياء هذه، فقال لا تمسكوا خلوه بس راقبوا البراز حقه. وكان طفل صغير، فعلا ثاني يوم إلا هو نازل في البراز كما هو، ما تتأثر بشيء. لا هو هذه عملة، أنا أقصد في عصارة المعدة هذه والفنضية. لا 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 ما أثرت فيه، خرج كما هو. طيب تأثيرها هي على الأمعاء والمعدة، ليش؟ ما لها تأثير، ما لها أي تأثير، ما حصل لها أي تأثير. الطفل هذا ما حصل له أي مضاعفات ولا حصل له أي شيء ولا كان. وأبوي قال ترى ما بيحصل له شيء، لا تخافوا عليه، هو بيخرج مع البراز، لا تخافون. وفعلا خرج كما هو مع البراز. وجرعة الآمنة ما في سواء قلت أو كثرت الفضة في الاستخدام في نترات. الجرعة الآمنة 20 ملي جرام، يعني أكثر من الذهب. نعم الذهب قلنا 10 جرام، 10 ملي جرام. نعم
جميل. أسأل الله عز وجل أن يحفظنا ويحفظكم وأن يعافينا ويعافيكم، وأن إن شاء الله ما نحتاج مثل هذه العلاجات، وأن يغنينا الله عز وجل عنها. شكرا الله لك دكتور مرة أخرى. الله يحفظك ويبارك فيك. شكر موصول لكم أنتم مشاهدي الكرام على متابعتكم هذه الحلقة من برنامج موزون، نلتقيكم بإذن الله تعالى في حلقات أخرى. إلى ذلك الحين وفي كل حين استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله تعالى أعطانا منحا كالدر المكنون، قد أودع من نعم شتى في الأرض بقدر موزون. الله تعالى أعطانا منحا كالدر المكنون، قد أودع من نعم شتى في الأرض بقدر موزون. الله تعالى أعطانا فيها للصحة إكسير بغذاء للجسم معين، ذكرت في القرآن بآي نتدارس ما جاء بيقين. الله تعالى أعطانا الله تعالى أعطانا منحا كالدر المكنون، قد أودع من نعم شتى في الأرض بقدر موزون.